وعبد الله المرزوقي وعامر الضبيع تمشي على طول خطيرة الهدف الأول جميل الشارقة هو يسجل جول شاهين عبد الرحمن المدافع الهداف في الدقيقة 29 عن طريق لجور كورنادو والركلة الركنية يطلع شاهين عبد الرحمن ممتازة من الدور الثاني هايل فريق ملوش حل يا جماعة فريق جمالي جماعي عبد العزيز العماني نجح انه يعمل فريق جمالي جماعي اتفرج على الشرق في التكوف الجميل يا ولد اتفرج على الطيران الشرقاوي اتفرج باللغه العربيه بالنكهه العربيه بالاسم العربي بالتكوف الجميل شاهين عبد الرحمن يسجل بعد 8 سنوات او 8 لقاءات جمعت الفريقين في دوري الخليج العربي اول لاعب مواطن اماراتي يسجل في هذا المساء شاهين يسجل بالراس ويحط اول هدف اللقاء ويكتب في الكراس اول هدف بالنسبه للمتصدر نادي الشارقة يمشي الكرة على طول تاني ركنية 10 دقائق الأخيرة جميلة المباراة خطيرة المباراة يا ولد التعادل يسجل حتى التعادل عادل جونيور هونشو التاريخ والأرقام كاتب التاريخ لا يكذب ولا يتجمل فريق نادي حتى في آخر مواجهتين 3 أهداف والنهارده بيلعب مع فريق الشارقه ند بند اي نعم الكمبيوتر الاماراتي يعطي الافضليه للمتصدر لكن بصوا شوف الجرينتا الروح القتاليه الجميله وكم لعيب لنادي الشارقه ايضا تمركز خاطئ وكارثي على فريق عبد العزيز العنبري في عمليه الرقابه هنا شوف كم واحد احمر موجودين في البوكس لكن كله اعتمد على الاخر وفريق نادي حتى يكلف بهدف جميل اذا سعيد سليمان يتعادل الان بتصويبه جميله مدافع القلب وهنا طبعا من القلب فرحه جميله جدا بالنسبه لهذا الفير في اوقات كثيره بيترمي سعيد جاسم حسين صالح الفنان يا ولد يا سحس الجول الثاني الحظ والتوفيق فريق عنده كعبه عاليه على نادي الشرقه حتى لو الشرقه فين في الهلولولو يسجل الهدف الثاني فريق نادي حتى اذا حتى ب 2-1 في احلى توقيت واحلى تايمنج واحلى قرار في الافطايم الاولاني اي مباراه اي فريق لحتى الحسين صالح بالمهاره بالخبره الجميله يسجل الهدف الثاني لفريق نادي حتى 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 واحد من علوم النحو يعرف حتى في اللقطه الاخيره مش ممكن هدف جميل شوف لمسه شوف التماس ما بشوف سايد وادي الحسين صالح بالخبره الجميله ولد وبالتسديده القويه لكن في بخت وفي حظ كبير للمجتهد الحسين صالح في اللقطه الاخيره ولفريق الحقيقه ينال كل الاحترام والتقدير في الافطايم الاولاني فريق نادي حتى اللي يجي يتفرج على الماتش ما يتوقعش ان هذا الفريق عنده نقطه وحيده في المركز الاخير وبيلعب امام الشارقه المتصدر بال 23 نقطه اذا في الامطار الاخيره في اخر دقيقه في الوقت المحتسب بدل الضايع حتى يتقدم خطيره هوبا العرضيه التعادل ممكن الراسيه يطلع تاني كورنادو يمشي تاني خطيره التصويب يا ولد جمعه والتعديل يا جلال الكبير كبير الشارقه لا يقل لا يمل لا يسلم بالمكتوب ابدا في اقل من دقيقه يتعادل الشارقه تاني اصرار لعيبه نادي الشارقه والكبير كبير والنص نص نص شوف الاداء الجميل وشوف اللاعب الخطير جدا شوف العرضيات بتاعت شكروف هم بيلعبوا من دي فريق نادي الشارقه بيلعب الكره في الانسايد رايت وبيلعب الكره خلف اللاعب حمد معدد عملوها ومثلوا منها خطوره كبيره شوف الاصرار شوف الروح شوف الجرينتا شوف الشوط الاول اللي يحسب الحقيقه تقال بالنسبه للشارقه اللي يقدم كره قدم جميله وكذلك الحال بالنسبه لفريق نادي حتى اللي اصبح في 47 دقيقه منافس كتف بكتف وند بند امام المتصدر وبالنسبه للحسين والخطيره جدا ايجور يظهر كورنادو الثاني والثالث شرقاوي واللي كتب الموال عنبري اماراتي عظيم جميل الله على الموال الشرقاوي الحلو الله على الموال الشرقاوي الجميل الشارقة يمتع الشارقة عنده كتباء عنده شعراء عنده علم عنده راسية عنده والتون سواريز وعنده ايجور كورنادو وعنده راسية جميلة شوف الرقبة اللي مربوطة على الميزان الجميل بتاع ايجور كورنادو مش ممكن والتون سواريز ماكينة اهداف العملاق هرب وسرح في لحظة غابت فيها التركيز وغاب التركيز عن نادي حتى يسجل نادي الشارقة هدف ثالث جميل اصحاب الموال يسجلوا الموال الثالث دول بتوع المواويل
فريق المواويل وفريق العرب.